عاوز اقف عند حاجه مهمه جدا اللي هي خافير اجيري وتعاقد منتخب مصر معاه. الفكره انك انت رحت لحد ممكن يبقى كويس وزي الفل، بس عنده حته تلعب في المباريات والموضوع خلصان، فبالتالي عندي معلومه مهمه، من يكون مدرب العام مع خافير اجيري؟ اتحاد الكوره اتكلم مع كابتن نادي الزمالك ونجم منتخب مصر العالمي كابتن احمد حسام ميتو. مساله هي فكره ان الناس يعني هتجيب جايبه جهاز فني هتديله رقم سنوي، لما بتيجي تجيب المصري بتتكلم في رواتب ضعيفه جدا بتخلي النجوم ان هو يقف الراتب عقبه امام التواجد. احمد حسام ميدو معروض عليه راتب ما وقالوا له تسيب التحليل التلفزيوني. خلي بالكوا بقى هنا من الفرق بين حد عنده فكر احترافي وحد يعمل 7 شغلانات في نفس الوقت وما عندوش مشكله. قالوا له رقم، قال لهم انا مش موافق على الرقم، لان لو انا سبت التحليل انا مبقاش عندي دخل، لكن انا هبقى مدرب عام متفرغ. خلي بالكم مدرب عام متطوع، لا اعمل في التحليل وقت عمل المعسكرات او المنتخب، وهدي اتحاد الكوره 10% من راتبي. مش عاوز مرتب من اتحاد الكوره، مش عاوز مرتب من اتحاد الكوره، ودي اتحاد الكوره 10% من قيمه عقدي. لكن اتحاد الكوره اشترط عليه انه يسيب العمل بره، وراتب مصري متواضع لما تترجمه بالدولار او تترجمه باي مبلغ، فبالتالي الراتب بيقف في هذا الامر، فضلا عن ان الرجل يعشق التحليل الفني للمباريات، والامر غير مغري بالنسبه له رغم استعداده للعمل متطوعا. للعمل متطوعا، لكن في ناس بتروح تعمل وتعمل برضه في التحليل التلفزيوني وبتعمل 100 شغلانه في نفس الوقت، لكن لانه حد اتربى من الصغر في الملاعب الاوروبيه فاتكلم بصراحه وبوضوح، ما فيهاش بقى فتح دماغك ولا مش عارف يعمل ايه ولا سوي ايه، راح جوت ذا بوينت، راح للنقطه ان انا ممكن اعمل كذا واسوي كذا. لكن حتى الان ما عادش معانا سنه بريده، لكن بعض اعضاء مجلس الاداره.